واحد بيقول ما هو قصد رب المجد في قوله الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. في فرق بين كلمة ملكوت الله وملكوت السماوات. ملكوت الله يعني الله يملك على الناس، يملك على القلب، يملك على الشعوب، حاجات زي كده. لكن ملكوت السماوات ده بعدين بعد القيامة. فبيقول يرون ملكوت السماوات أتى بقوة، يرون ملكوت الله قد أتى بقوة، يعني يشوف ازاي الكرازة بالانجيل والايمان بدأت تنتشر وبقوة. وفعلا على مدى 30-40 سنة كانت الكرازة انتشرت في كل قارات العالم المعروفة في ذلك الحين كله.